كل سنة وحضراتكم طيبين. عام مضى الحقيقة بأفراحه بأطراحه بكل تحدياته، العام 2019، وعام جديد قادم بإذن الله. على المستوى العام كل الخير يا رب لمصر والأهل مصر الطيبين، وإن شاء الله يكون 2020 عام نجاح وحصد للثمار اللي زرعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. على مستوى النادي الأهلي تستمر مسيرة الانتصارات وأداء مجلس إدارة النادي الأهلي والفوز بكل البطولات في مختلف اللعبات. الحقيقة والأهلي قوي بجمهوره وغني بأعضائه وبأبنائه، وتبقى الروح الرياضية والعلاقات الإنسانية أسمى ما يمكن، وهي المحرك لعلاقتنا الإنسانية. كل سنة وحضراتكم طيبين، عام سعيد إن شاء الله. أحب أقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، كل أعضاء النادي الأهلي كل سنة وانتم طيبين، كل مجلس إدارة النادي كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام كلها بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين.